زرت صباح اليوم هذا الصرح الوطني الكبير، والتقيت سماحة مفتي الجمهورية وتداولت معه في الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة، وأكدت لسماحته على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه. وشددت لسماحتي بأن لبنان اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاضد أبنائه والتفافه حول دولته والمؤسسات الدستورية كافة، كما تطرقنا إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة على نحو يحفظ المواطن اللبناني كرامته وحقه في العيش الكريم. تطرقنا إلى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة أنظمة العلاقات وأمتنها، وأن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد. الرئيس، هل تعتقد أن هذه الخطوة هي صمام أمان لجميع اللبنانيين؟ بالتأكيد، هي سماحة المفتي رئيس الطائفة وملتزمين فيه روحيا وأدبيا وإيمانيا. حتى الرئيس، شو بتطمن اللبنانيين بالنسبة للانتخابات النيابية؟ هل هناك تأجيل أو تأخير أو ستجري في مواعيدها؟ هلا نحن حضرنا كل شيء حتى تصير بأوقاتها حقيقية. هلا اللي بيخلي الناس تشكك هن الأجانب يلي بيجوا لعنا بيسألونا هل في انتخابات، حطوا شك عند الناس، صاروا الناس يرددوها. بس أنا ماني شايف سبب حتى تتأجل. ماذا تقول للدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟ ماذا تقول للدول العربية وخاصة لدول الخليج العربي؟ طبعا في مسعى حاليا، احنا كمان بدنا نكبر هالمسعى حتى يصير في اتفاق مثل ما كنا بالاول واحد. شكرا. ما هو موقفكم من اعتزال الرئيس الحالي عن الجانب السياسي، وهل نرتبط هذه الزيارة بموقف الرئيس الحالي؟ اكيد أكيد إحنا ما مرضين الطائفة السنية تطلع من العمل السياسي في لبنان، لأنه سمعنا أنه في مقاطعة، ونحن ما مرضين تصير مقاطعة، لأنه وقت لبنان بيخسر مكون من مكوناته الكبار، الشيء هذا بيهدد المجتمع اللبناني يلي نحن تعودنا عليه وتربينا عليه. شكرا. شكرا. تفضل.